في إطار أهداف الوثيقة الاستراتيجية للحرس الوطني 2020 بتعزيز التعاون والتبادل وتبادل الخبرات مع المؤسسات العسكرية في الدول الشقيقة والصديقة، قام وفد من الحرس الوطني الكويتي برئاسة وكيل الحرس الوطني الفريق ركن مهندس هاشم عبد الرزاق الرفاعي بزيارة رسمية إلى جمهورية البرتغال الصديقة لمناقشة قنوات التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع الحرس الوطني الجمهوري البرتغالي، حيث يقدم الوفد إيجازا عن مهام الحرس الوطني أمام المنظمة الأورو متوسطية لقوات الشرطة والدرك التي يسعى للانضمام إليها بهدف تسهيل التفاهم بين الحرس الوطني والمؤسسات الأمنية في البلدان المشتركة في المنظمة، مع التركيز على مواصلة تعزيز العلاقات وتبادل المعلومات والخبرات. تنفيذ الخطة الاستراتيجية 2020، فتح قنوات اتصال دولية مع الدول الصديقة، تم بدء زيارتنا مع رئيس الحرس الوطني الأسباني، وتم مناقشة جميع المواضيع التي ترفع من مستوى الجاهزية بالحرس الوطني من خلال إجراء التمارين والتدريبات المشتركة بيننا وبينهم. ومن ثم لله الحمد تقدمنا اليوم بورقة عن انضمامنا للمنظمة الأورو المتوسطة فييب التي تعقد في لشبونة البرتغال، ولله الحمد تم عرض جميع مهام وواجبات الحرس الوطني والتي تناسبت مع مفهوم المنظمة، وتم إعطاء إيجاز متكامل، أيضا عرض الإمكانيات والقدرات، وقد حاز هذا الإيجاز على إعجاب المنظمة.